ايش تم؟ كلها بالبلاش يا معلم كلها. يا
يا بعد شوية ابو غادي يا اخي يا فالحين غار يصوروا فيا ما عادش تصور ما عادش تصور اقسم بالله لم يخلقنا يا حرارة هذا البلد نحن لسنا بالمستعمر يا حرارة هذا البلد يكفي نور ويكفي ظل يا حرارة هذا الوطن يكفي من الخنوع ويكفي من الاستفزاز هذا هو المربع اللي يقول فتحنا ملفات الفساد سوف نداس تحت الأقدام نداس تحت أقدام الطغاة لأن طلبنا من فتح ملف الفساد تخزيناه بالكمية دار الملف اكثر نعم ألف طارق الحداد في تطاوير المشكل ليس إجرام ملف فساد ونادي كلهم ونضيح عليهم وندخل عليهم الحبس عادي
والموت على خاطرهم عادي، ولا نحرق عادي، ويهزوني طاو عادي، وكل شيء عادي، ولكن صابه في الحبس عادي، فهمتني؟ ولا يرهبني حبس، ولا يرهبني موت، ولا يرهبني حتى شيء، ولا يرهب يروح، ولا خايف يروح، فهمتني؟ حتى شيء ما رهبني، لكن صابه في الحبس على شرفي، وعلى خويا اللي يتعفس، وعلى بلادي. ناكل الصفة كان لازم هاي Deagle!
لا تسوي رخله.